بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. كما ذكر في كتاب الدكتور محمد راتب النابلسي الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، نتلوه على مسامعكم: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، فالكون كله يترجم آيات القرآن، والقرآن يجسد حقائق الكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجسد القرآن بخلقه، فقد كان خلقه القرآن، فالكون يظهر عظمة الخالق. وكما قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، أي نزداد علما من خلال هذه الحلقات ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني والمحاضر في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. هناك أمور لا نشعر بها مع علمنا بوجودها، ففي البحار تيارات لا نشعر بها إلا إذا تعرضنا لها. نريد توضيحا علمي عن هذه التيارات في البحار إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، كما تفضلت هناك أشياء كثيرة جدا لا نعرف، يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ففي الذي لا نبصره آيات نيرات دالة على عظمة الله عز وجل. لو أن إنسانا نزل إلى البحر ليستحم في مياه البحر، إن قطرات الماء التي تمس جلده ربما تكون قد وصلت من توها بعد رحلة استغرقت عدة سنوات، لأن الماء في البحر يجري في تيارات من خط الاستواء إلى القطبين ومن القطبين إلى خط الاستواء، وقد يقطع ماء البحر مسافة تزيد عن 15,000 كيلومتر. فهذا الماء الذي تجده في البحر ماء متبدل، يقطع رحلات طويلة بعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب وبعضها إلى الشرق وبعضها إلى الغرب. وهناك قوانين معقدة جدا تحكم حركة المياه في المحيطات، ولكن الذي يعنينا أن سبب هذه الحركة في أصلها أن أشعة الشمس تسخن الماء الذي في خط الاستواء فيتمدد ويرتفع قرابة 20 سنتيمتر، وهذا الارتفاع الطفيف يساهم في تشكيل تيار نحو الشمال، وأن الماء في القطبين يبرد ومع برودته يثقل فيغوص في الأعماق ويتجه نحو خط الاستواء. فهناك تيارات سطحية وتيارات عميقة. هذه مقدمة نريد من خلالها أن نصل إلى أن من آيات الله الدالة على عظمته تيارا يسميه العلماء تيار الخليج. هذا التيار أستاذ عبد الحليم سرعته 8 كيلومترات في الساعة، فإذا دخلت فيه سفينة وأطفأت محركاتها فإنها تسير 8 كيلومترات في الساعة دون أن تعمل محركاتها. عرض هذا التيار يزيد عن 80 كيلومتر، وعمقه يزيد عن 450 مترا، وهذا التيار كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. قلت في حلقة سابقة إن أضخم نهر في العالم نهر الأمازون، كثافته 300,000 متر مكعب في الثانية. أما حركة هذا التيار بعمقه وبعرضه وبسرعته تساوي كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يذيب 130,000 طن
من الكتب الثلجية في القطبين في 10 أيام. إذن له مكان محدد هذا التيار؟ أبداً، مسار محدد من خط الاستواء إلى الشمال، بل إن بلاد اسكندنافيا السويد والنرويج والدنمارك جوها معتدل ولطيف من تيار الخليج، ولهذا التيار فوائد لا تعد ولا تحصى. من هذه الفوائد كما قلت قبل قليل أنه يجعل المنطقة الباردة في أوروبا منطقة معتدلة، وهذه الأجواء اللطيفة في دول اسكندنافيا سببها تيار الخليج. هذا من تيارات السطح، وقد سمعت أن بعض سباقات السباحين في بحر المانش يستخدمون هذا التيار لصالحهم. وهناك تيارات تجري في أعماق البحر على عمق 3000 متر، على عمق 3000 متر، وقد استخدمت الغواصات في الحروب العالمية هذه التيارات العميقة، تطفئ محركاتها لئلا يكتشفها الرادار. نعم، والغواصات إذا أطفئت محركاتها تنتقل من مكان إلى آخر عبر هذا التيار، وهذا شيء يلفت النظر. لكن الآية الثانية الدالة على عظمة الله عز وجل في هذا الموضوع هي أن هناك تيارا باردا، وهذا شيء دقيق جدا، يتجه نحو شواطئ أمريكا الجنوبية ليصل إلى بلاد البيرو والشيلي. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يحمل كميات كبيرة من الأعشاب البحرية، وهذه الأعشاب البحرية تجتذب أعدادا فلكية من أسماك السردين. هذه الأسماك هي غذاء لعشرات الملايين من طيور تعيش على شواطئ هذه البحار اسمها غراب البحر. وهذه الطيور، هنا الشاهد، لها مخلفات تعد المادة الأولى لدخل تلك الشعوب، لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات الطيور هذه الأسمدة. 50 مليون طائر تؤخذ مخلفاتها بالجرافات وتصدر إلى شتى أنحاء العالم، وهذه الأمم والشعوب في شواطئ أمريكا الجنوبية دخلها الأول والأخير من مخلفات هذه الطيور التي تعيش على أسماك السردين التي تجتذبها الأعشاب التي يحملها هذا التيار إلى هناك، وهذا من رزق الله عز وجل. نعم، إذن سبحان الله، هنا رزقت الأسماك من خلال هذا التيار، ورزقت الطيور، ومن ثم رزق الإنسان. تلتهم في العام الواحد بتقدير العلماء، تلتهم هذه الطيور التي تسمى غراب البحر، تلتهم في العام الواحد بتقدير العلماء ما يزيد عن 3 ملايين طن من هذه الأسماك، وهذه الأسماك تجتذب إلى هذا المكان بفعل الأعشاب التي يحملها هذا التيار، ولحكمة يريدها الله عز وجل أنه يغير مسار هذا التيار من حين لآخر، فإذا غير مساره لم يأتي بهذه الأغذية لهذه الأسماك فتموت، وتموت معها الطيور، وعندئذ تعاني الشعوب من سكان شواطئ أمريكا الجنوبية من حين إلى آخر مجاعات قاتلة بسبب ضعف الإنتاج. أليست هذه آية دالة على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يسوق هذا التيار بما فيه من أعشاب مغذية، وتأتي هذه الأسماك بأرقام فلكية فتستهلك منها الطيور 3 ملايين طن في العام، وهذه الأسماك هي طعمة الطيور، والطيور لها مخلفات، ومخلفاتها تعد من أرقى أنواع الأسمدة، تصدر إلى مختلف أنحاء العالم، فيكاد دخل هذه الشعوب ينحصر في مخلفات الطيور، وهذا من بركات هذا التيار البارد الذي يأتي إلى شواطئ أمريكا الجنوبية. إذن فضيلة الدكتور، ما دمنا نتحدث عن تيار الخليج البحري أو تيارات البحار، لابد أن نسأل عن مكونات البحار.
ما يميز البحار عن الأنهار؟ فهي ملوحة البحار. نسأل عن هذا المكون فعلا. يمكن أن نضيف إلى آيات الله الدالة على عظمته ملوحة البحار، فهذا البحر يقول عنه العلماء إن في كل لتر واحد من ماء البحر 27 غراما من الملح، في كل لتر واحد من ماء البحر 27 غرام من الملح. في العبارة الأولى قلت إن فجاءت سبعة، أما إذا جعلتها جملة إسمية تأتي 27 غرام من الملح. وإن العالم بأسره يستهلك في السنة ما يزيد عن 50 مليون طن من ملح البحر، وإن نسبة الملح في مياه البحر تعادل 3.5% من مجموع مياه البحر، بل إن في الكيلومتر مكعب، الكيلومتر مكعب يعني مكعب ضلعه كيلومتر طول وعرض وارتفاع، بل إن في الكيلومتر مكعب من مياه البحر 34 مليون طن من الملح. إذن كمية كبيرة فعلا جدا. بعض العلماء أجرى حسابا لطيفا ودقيقا ومدهشا، قال لو استخرج ملح البحر وجفف ووضع على اليابسة على قاراتها الخمس ولم نغادر مكانا إلا فرشناه بملح هذا البحر المستخرج، لبلغ ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة كلها بكل قاراتها وجبالها وسهولها ووديانها وأغوارها وصحارها، لبلغت سماكة الملح المستخرج من ماء البحر والذي بسط على اليابسة لبلغت سماكته 53 مترا. نعم، إنها كمية كبيرة كبيرة فعلا. جدا فضيلة الدكتور، قد يسأل سائل من أين يأتي الملح؟ نرى نحن الأمطار تأتي من السماء فنعلم أن الماء يأتي من السماء، ولكن الملح من أين يأتي؟ كمية كبيرة. لا تزال نظرية وجود الملح في البحار نظرية مختلفا فيها، والعلماء في هذا الموضوع أدلوا بآراء متعددة، لكن لا يزال الحسم غير موجود. من أين جاءت هذه الكمية الكبرى من ملح البحار؟ طبعا ملح البحار هو كلور الصوديوم، يعني كما قلت قبل قليل إن في البحار من الملح ما يساوي 4.5 ميل مكعب. الميل غير كيلومتر، الميل 1600 متر. إذا عددنا أن الميل المكعب هو مكعب ضلعه 1600 متر، في من ملح البحر ما يساوي 4.5 ميل مكعب من هذا الملح. طبعا هذه أرقام دقيقة جدا ومأخوذة من بحوث علمية رصينة. من أين جاء هذا الملح وكيف وضع في البحر؟ هناك نظريات كثيرة، بعضها يقول إن في قيعان البحار صخورا ملحية تفتتت وذابت في هذا الماء، بعضهم يقول إن السبب مياه الأنهار. كل هذه النظريات التي تحاول أن تفسر ملوحة مياه البحر تجد الطريق مسدودا لسبب بسيط، هو أن في الأرض عددا كبيرا من البحيرات العذبة، فإذا كانت مياه الأنهار وحدها كافية لتمليح مياه البحار فلماذا بقيت هذه البحيرات الضخمة عذبة حلوة المذاق، وهي أشبه ما تكون ببحار صغيرة مئات الملايين من السنين وتبقى عذبة؟ إذن هذا من تصميم الخالق. كما قلت قبل قليل إن نظرية ملوحة البحار لا تزال تتحرك في طريق مسدود، فكلما وضع تفسير جاء تفسير آخر نقضه، ذلك لأن الله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بل إن هناك آية حاسمة في هذا الموضوع، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. مثل هذه الموضوعات هي تكهنات لا أكثر ولا أقل. ملوحة البحار يمكن أن يكون لها أهداف كبيرة، من هذه الأهداف أن المياه
إذا كانت عذبة وساكنة أصبحت المياه فيها آسنة. أما هذه الحركة الدائبة في مياه البحر وهذه الملوحة العالية جدا في مياه البحر، تبقى مياه البحر سليمة نقية طاهرة غير متغيرة في بنيتها وتركيبها. العجب العجاب أن الإنسان يركب البحر وقد يموت عطشا، هو فوق كم من المياه لا يتصورها العقل، اليابسة كلها بقاراتها الخمس تساوي 20% من سطح الأرض، وفي البحار أعماق بعيدة جدا. أعمق نقطة في مياه البحار هي خليج مريانا في المحيط الهادي، العمق هناك يصل إلى 12,000 متر، أعلى نقطة على سطح الأرض قمم جبال هيمالايا، وأخفض نقطة على سطح الأرض خليج مريانا في المحيط الهادي. لو جئنا بكرة قطرها متر ومثلنا أعلى نقطة على هذه الكرة تساوي علو أعلى نقطة في الجبال، ومثلنا أخفض نقطة في أعماق البحار لما كان الارتفاع والانخفاض يزيد عن سنتيمتر واحد، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. ثم إن الله عز وجل يدفعنا إلى أن نفكر، قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والبحر مالح لكن الإنسان بحاجة إلى ماء عذب، فمن جعل هذا الماء المالح الذي كان أجاجا جعله عذبا فراتا؟ بلغني أن معامل تحلية المياه في بعض البلاد العربية تزيد كلفة اللتر الواحد عن أغلى من ثمن البنزين، كلفة تحلية مياه اللتر الواحد تزيد عن ثمن لتر البنزين في هذه البلاد. فأنت حينما تجد ماء عذبا فراتا سائغا للشاربين، هذه نعمة لا تعد ولا تحصى، لأن الله يقول كما قلت قبل قليل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن آية أخرى، هذه البحار ما كان لها أن تكون لولا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأرض جعل لها أحواضا كبيرة. إذا أراد الإنسان أن يقف أمام عظمة الله سبحانه وتعالى فهذا الكون أمامه بأرضه وسمائه وبحاره. أيها الإخوة والأخوات، سنتابع هذه الحلقات مع الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.